إذن عندما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي يحبه قال يسوع لأمه يا امرأة هو ذا ابنك، ثم قال للتلميذ هذه أمك. سنبدأ غدا شهر أيار الشهر المريمي، كل عام أنتم بخير، شهر الأزهار. وطبعا احنا عندنا الشهر المريمي، طبعا هذا في الطقس اللاتين، ولكن هذا ما فيش مانع انه نتكلم عن سيدتنا مريم العذراء. بالنسبة لنا احنا شهر ايار 15 ايار كان تاريخ النكبة، ولكن نقدر نقول انه بالنسبة للطلاب هذا شهر امتحانات. ولكن زي ما طلب منا كاهن الرعية امبارح انه يا ريت يكون حضورنا قوي ومميز، خصوصا انه احنا اهل هاي الديار المقدسة. قبل نص ساعة بالضبط احد الاخوة وهو سائق بيقول لي انا معاي كاهن وعيلة مسيحية من سوريا. قال لي يا ابونا انا صدمت. قلت له صدمت يعني على البلاوي اللي في سوريا؟ قال لا، انا صدمت من عدم الايمان الموجود عندنا احنا اهل فلسطين اذا قابلناه بايمانهم هم سوريين. يعني هذول بيحكي عنهم موجودين هون في البلاد، يمكن عندهم طبعا جواز سفر اجنبي اللي قدروا بالسويد. كيف بالسويد؟ يعني اذا فطبعا احنا مش لازم نكون الا افضل المسيحيين، يعني نكون قدوة صالحة. على فكرة القديس بولس يسمي كل المسيحيين شو بسميهم؟ اجيوس القديسين. كل مسيحي معمد مار بولس بسميه قديس اجيوس. ولكن من هم إيآجي يعني القديسون كجماعة وبشكل خلينا نقول متميز بار اكسلانس بالفرنسي؟ هم مسيحيو المدينة المقدسة. يعني لما مار بولس بقول خدمة القديسين يعني التبرعات اللي الناس كانوا يلموها خصوصا في اليونان، بحكي عن اليونان مقدونيا أخائيا، أبونا بيعرف كويس هاي المناطق وعنده كمان دراسات لاهوتية هناك، مقدونيا في الشمال طبعا. إذن القديسون مين القديسون عند مار بولس؟ أن أمي مسيحيو وين؟ الشرق القدس، مسيحيو القدس، يعني خلينا نقول هاي بشملونا احنا كلنا مسيحيو منطقة القدس. وزي ما بقولوا باللاتيني اونور اونوس، اونور اونوس الفرنسي تقريبا نوبليس اوبليج، يعني الشرف هو ايضا عبء. لما عندك شرف كبير ايش معناه؟ انه عليك كمان حمل كبير، مسؤولية كبيرة. اونور أونوس باللاتيني حلوة كمان، أونوري أونوري، أونوري يعني شرف وأونوري يعني العبء. الآن بالنسبة ل منيجي لسيدتنا مريم العذراء، احنا انطلقنا إذن من الشهر المريمي. طبعا نحن لا نعبد السيدة العذراء، في بشر بتوهموا انه الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الارثوذكسية تعبد العذراء، او يمكن ايضا في نصوص قرآنية تلمح الى اناس او بتعطي انطباع انه في ناس كانوا يعبدون العذراء مثلا، او انت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طبعا ما هو موقف الكنيسة أبونا؟ هل نحن نعبد العذراء؟ لا نعبد العذراء، ولكن نطلب شفاعة العذراء.
طيب هلا في صيغه بنقولها احيانا بتلاقوها في الكتب بس باللغه العربيه، التعبد للسيد العرب. التعبد هاي بدنا ننتبه على اللفظه، لانه التعبد ممكن تعطي انطباع غلط انها عباده، عشان هيك يفضل. هلا طبعا في ترتيله، انا مدينتك يا والده الاله، نحن عبيدك يا والده الاله، مش يعني عبيد بمعنى انه هي معبوده، ولكن انها السيده زي ما تقول بين العبد والسيد. ولكن طبعا هي اكثر ما هي سيدتنا هي أمنا. يا أمنا هلا بتقول لي هي أمنا، هاي مش موجودة في الكتاب المقدس. هاي أول اعتراض يمكن سمعتوه أو راح تسمعوه، إنه السيدة العذراء، في ناس حتى بقولوا مريم بس بدون مؤاخذة مع الأسف، يعني بقول لك هي أم السيد المسيح. موجود بس يعني شو موجود فين؟ شو موجود؟ لا احنا لسه هلا بدي احكي على نقطة امنا، احنا غير اللي تفضل فيه ابو الغوري. شو هي قصة انكار انه سيدة العذراء امنا نحن؟ بقول لك يوحنا 19:25، شوفوا شو بقول النص. يوحنا 19:25 هاي اللي بحكيها عن غايب زي الديك. كانت واقفة، ما في دار الديك عندي برضه في بيت صحو، كانت واقفة عند صليب يسوع أمه. لاحظوا الحركات، أمه واحد، وأخت أمه يعني بالبجالي خالته مريم، اسمها برضو مريم امرأة كليوبا، ومريم المجدلية. مع أنه في النص السورياني بشيته مكتوب كانت واقفة عند صليب يسوع أمه وأخت أمه، ومريم المجدلية. لا يعني ببين إنه من النص السرياني إنه أربعة، بس في اليوناني أكمل شخصية فيه. كانت واقفة عند يسوع هيك بالسرياني، اللي هي غلطة من بالترجمة. طبعا نحن لا نعترف بالترجمة. كانت واقفة عند يسوع أمه وأخت أمه ومريم امرأة كليوبا ومريم المجدلية. طبعا السورياني مش النص الأصلي، النص الأصلي بعيد لكم إياه بالعربي عبر ما أبونا يحكي باليوناني. كانت واقفة عند صليب يسوع أمه واحد، وأخت أمه يعني خالته اللي هي مريم امرأة كليوبا ومريم المجدلية ثلاثة. ولما رأى يسوع أمه هو التلميذ قال لأمه، قال لأمه أول ولا للتلميذ؟ لأمه. هو ذا ابنك. إذن هون منجاوب على اعتراض أو على موقف بالإنجليزي باركينج، يعني على موقف من واحد صاحبي من ألمانيا سبتي. شو بقول الهدف إنه يعطي والدته كوديعة بين ايدين يوحنا. نو 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 نو، لانه لو بده يعمل هيك مع مين لازم يحكي اول؟ مع يوحنا. لما انا بدي اعطيك واجب بحكي مع مين؟ مع اللي اول بدي اعطيه مهمة. واعطى امه يوحنا. اذا مش الهدف انه يوحنا يدير باله على والدته، والدة السيد المسيح، هذا رح يجي كنتيجة. الهدف الأول إيش؟ إنه يوحنا يجد أما له في السيدة العذراء. إذن هنا انتقلنا من الأمومة الجسدية الطبيعية، أمومة السيدة العذراء ليسوع، إلى أنه أمومة؟ إلى الأمومة الروحانية. نقول لها الراهبة الأم الفلانية مادر كذا. تفضل أبونا. استيكسن دي بارا تستفرو تو يسو، كانت واقفات عن صليب يسو. إميتير أفتو يعني أمه.
كي هذا الفيتس متروس افتو واخت امي شقيقة ايتو كلوبا يعني مريم امرأة كليوبا مريم كليوبا يعني مريم امرأة كليوبا ماريا اي ماغدليني ومريم المجدلية يسوس اون اذا الى اخره الى اخره نعم لاحظتوا اشي على هالآية فيش اشي غريب في الآية اختين نفس الاسم اختين نفس الاسم مريم ومريم ام السيد المسيح مريم واختها اسمها مريم بعد اذنكم الوحده فيكم اسمها كارولين تجيها اخت بسموها كارولين لا واحده مثلا اسمها خلينا ناخذ خواتي لوريس تجيها اخت بسموها لوريس لا بلاش يا عمي واحد بكون متزوج منيح عنده اولاد منهم بنت اسمها خلينا نشوف اسمها جانيت منيح طيب مرته مثلا يتوفاها الله بروح بتجوز واحده ثانيه بتخلف منه بنت بسميها جانيت لا لا انت عندك ولد اسمه جورج من مرتك الاولى طيب بتتوفى مرتك لأنه حتى النسوان بموتوا وفي ناس في مصر بده ولا بلاش طيب إذا طيب وإذا بعد وفاتها بتتجوز واحدة ثانية سيادتك بتجيب ولد برضو بتسميه جورج إلا إذا بدك تسميه جورج نمبر 1 جورج نمبر 2 طيب إذا ماذا نستنتج إنه مش ممكن خوات تنتين مش ممكن شقيقتين شقيقتين يعني نفس الأب نفس الاسم ونفس الأم يكون عندهم نفس الاسم مش بس كده مش ممكن أختين يكون عندهم نفس الاسم ما الفرق بين الأخت والشقيقة الأخت ممكن تكون من غير أب أو من غير أم إذا زي ما تفضلت هون الأخت هيني بقول الأخت مع إنه والدي مش مخلفها ولا والدتها ما خلفتني ما أنا قد سيدها أيوة إذا إيش في قرابة وما كانش في كلمة باليوناني والعبري والآرامي القديم اللي الشباب الثلاثة أصحابي بعرفوهوش وبدهم يفسروا لي الكتاب المقدس هم ما كانش في كلمة كانش في لا كلمة كازن ولا كلمة نيفيو يعني ابن العم يقولوا له أخو عشان هيك ابن العم ابن الأخ يعني ابن الأخت أيوة شو بقولوا بيقولوا له أخ هذا على فكرة في مثلا اللغة الإسبانية لليوم دلوقتي بدك تقول هذا ابن عمي لزم أو ابن خالي لزم أو بنت عمي لزم شو بتقول؟ بريمو بريمو يعني زي كازن وإيش بتقول؟ إرمانو إرمانو يعني أخ ابن عم أخ بنت عم أخت شو يعني؟ إنه أولاد الإخوة يقال عنهم إخوة هلأ بدناش ننسى إنه كليوبا شوفوا الأحرف اليونانية كي ال بي تقابلها ح لام ف حلفة كليوباس باليوناني هو حلفة يعقوب ابن حلفة إذا كل هدول اللي بقولوا عنهم إخوة يسوع يعقوب يوسي يهوذا سمعان هدول أولاد مين حلفة مين مرته مريم امرأة كليوباس كليوباس ك ال ب ح لام ف إذا بما إنه أمهم كانوا يسموها أخت سيدتنا مريم العذراء الأولاد شو كانوا يسموهم؟ إخوة سيدنا يسوع المسيح على فكرة اللي بقولكم إياه وهون راح أقولكم كلام طير ضبنات الأعين هلأ في ناس بقول لك يا أبونا استنى شوي يوقف في إشارة قف هاي جنبك كاهن أرثوذكسي وممكن أقول لك لا هاي لها تفسير ثاني شو التفسير الثاني إنهم اللي يشار إلهم بأنهم إخوة يسوع هدول
كانوا نقدر نقول نصف إخوة ليسوع، بمعنى إنه كانوا أولاد لمار يوسف من زواج سابق. فبعدين لما مار يوسف صار كبير في السن يا دوب يقدر يمشي، وقتها تركوا في أمانته السيدة العذراء. إذن كان طبيعي إنه يقولوا عن ابن السيدة العذراء إنه إيه؟ إنه أخو اللي هم أولاد مار يوسف. التفسير اللي أنا أعطيتكم إياه واللي صار لي ربع ساعة شايف حالي عليه لابس كل أواعي كل اللي على الحبل زي ما بقولوا، إنه أخوة يسوع يجب أن تفهم انطلاقا من يوحنا 19:25، مش ممكن أختين ولا شقيقتين يكون عندهم نفس الاسم، لأنه في الماضي لحد اليوم في اللغة اليونانية فيش كلمة ابن عم، فيش كلمة ابن خال، اضطروا يخترعوا لها كلمة شوي اكس آدلفوس. اكس آدلفوس شو يعني؟ اكس آدلفوس يعني من الأخ من الأخت. شو هالتعقيد ويخترعوا هالكلمات؟ شو يعني؟ نهيهم اخترعوها وريحونا من وجع القلب. بس هلا شو اللي انا بدي احكيه، وهي هي المفاجأة، انه اللي انا قلته هذا موجود حرفيا في كتاب في اللغة اليونانية لا أرشمندريت روم أرثوذكس، واسم الكتاب عندي إيفانجيليكي إي إيفانجيليكي. إذا صفى عنا في العالم الأرثوذكسي في عنا تفسيرين، في تفسير علمي حكينا لكم إياه، وفي أيضا تفسيرات شعبية. بس مش هذا هدف حديثي اليوم. هدف حديثي إنه لأنه هذا كله كان عبارة عن إيش، قوسين كبار فتحناهم حتى نقولكم إنه أحد الأشياء اللي هي زي حصان طروادة بحاولوا يخدعوا فيها الناس ويخدعوا أنفسهم، إنه هاي الإنجيل نفسه ينكر بطولية العذراء الدائمة حسب وكلا، هاي مكتوب إخوة يسوع. طبعا كل هاي ذرائع، ليش؟ لأنه هدول اللي بيقولوا هالكلام يرفضون إكرام سيدتنا مريم العذراء بصفتها دائمة البطولية، مزبوط؟ خلينا نمشي معهم لنفرض جدلاً، هاي محامي قدامنا، لنفرض جدلاً. يا عمي بدي أمشي معك نلحق العيار لباب الدار، وخلينا نكون واقعيين. هل هاي الفئات تحترم وتكرم وتهنئ سيدتنا مريم العذراء كوالدة للمسيح ولا لا؟ برضو لا. إذن هم بتحججوا زي هذاك الأخ، بتحججوا بأنها لم تبقى دائمة البطولية حتى ما يحترموهاش بالمرة. طيب معنا إحنا ولا واحد فينا ما لازم يحترم والدته ولا لا؟ إذا والدتنا وإذا والداتنا ضلوا بتولات نبدهم يجيبوا هال هال شو بقولوا هالنضوة هال هال صح؟ إذن هل هذا سبب ولا مجرد ذريعة؟ هذا مجرد ذريعة، ما بيحترموهاش كدائمة البتولية، ما بيهنئوهاش كدائمة البتولية. هل يهنئونها كوالدة؟ هو الموضوع، نحن نكرم سيدتنا مريم العذراء أساساً أولاً كدائمة البتولية وثانياً كأم ولا أولاً كأم؟ أولاً كأم وثانيا هاي زيادة البياع، مع انها نعمة كبيرة. هلا الامومة زي ما بقول بالمصري هي شوية يعني، هاي هو في احلى من الامومة والابوة ولا لا؟ بالذات الامومة يعني الرجال ما تزعلوش، ما انتم بتعرفوا يعني. بقول لك حتى لما يتزوج الرجل يبحث في زوجته عن والدته. اذا الأم، ولما عملت مقابلة أنا مع أحد أساقفة البرازيل
لأنه إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا يجب أن نعرف ماذا في البرازيل. سألته عن رأيه في إخواننا اللي ما بيعتبروش العذراء ولا إلها مكان عندهم، قولوا إنه دورها انتهى وخلاص. طبعاً لا في كهنوت كمان، فيش تعميد أطفال. قال لي بس جملة واحدة، تعرف شو هم؟ Eu sinto dor pelo pessoal que não tem mãe. إني أشعر بالحزن للبشر اللي ما عندهمش أم. يا سلام. وكانت والدتي الله يرحمها وطول عمر لوالداتكم الموجودين تقول الدنيا أم. الدنيا أم. عشان هيك إذا نحن نكرمها أولاً كأم. بتقول يا أبونا طيب حضرتك انطلقت من إنجيل يوحنا وشو جابنا على قصة الأم؟ خليكم معي. في إنجيل يوحنا مش مذكور اسم سيدتنا مريم العذراء، مذكور فقط كلمتين، يعني طبعا باليوناني أربع كلمات إي ميتير تو يسو أم يسوع. هل هذا الإشي غريب علينا؟ هلا سيدك ما عرف شو اسامي بدون مؤاخذه امهاتكم، خصوصا احنا العرب. كيف يشار الى السيدات اللي جوزوا وخلفوا حتى اللي ما خلفوش؟ ايه ام فلان. في انجيل يوحنا مذكوره سيدتنا مريم العذراء فقط مرتين، ولا في مرة من هالمرتين ما مذكور اسمها. شو مذكور؟ حتى بالنص اللي قرأه أبونا يوحنا 19:25 ويوحنا 2:1 أم يسوع إيميتير تو يسوع، زي ما بنقول عنا أم فلان وأم فلان. ليش ما ذكرش اسمها؟ لأنه مريم هذا كان اسم ثلث البنات في عصرها. ثلث البنات في القرن الميلادي الأول كان اسمهم مريم، إذن ماذا يميزها عنهم كلهم؟ أم مين؟ أم يسوع، هي الوحيدة لأم يسوع. هلأ شو إثبات البطولية الدائمة لسيدتنا مريم العذراء قبل ما أنسى؟ من عبارتين، عبارة كل إنسان ممكن يفهمها. مش بقول لك العذراء جابت غير المسيح؟ مش هيك بقولوا؟ طيب لا طيب عفوا. اذا هل موجود في الانجيل المقدس اي مكان في الانجيل المقدس هل موجود فيه انه السيده العذراء انجبت طفل ثاني غير المسيح؟ لا. طيب تنين، شوفوا ما لازم ننتبه على العباره. كل ما وردت العباره هي كالتالي: ام يسوع. عمركم شفتوا عبارة أم يسوع وإخوته؟ أم يسوع وأخواته؟ The mother of Jesus and of his sisters and of his brothers. ما فيش. هلا في برهان أقوى من اللغة اليونانية. شو إحنا بنقول عن العذراء؟ أو شو بنقول عن السيد المسيح؟ طبعا في إنجيل مرقس. التاسع بظن آية 3 لما يسوع بيعمل عجائب بيقولوا أليس هذا هو النجار ابن مريم. طيب هذا مرقس. أليس هذا هلا في إنجيل متى أليس هذا هو ابن النجار؟ مين النجار؟ مار يوسف، عند رهبات مار يوسف هنا. طيب هلا هون في إنجيل مرقس بيقول أليس هذا هو النجار؟ معناه شو كان يشتغل؟ شو بقول لك النجار؟ إذن فصل 6 آية 3 أليس هذا هو النجار ابن مريم؟ نستنى عبين ما أبونا يلاقي لنا النص. طيب هلأ فوق الصليب
المسيح أعطى لقيته حدث شهوت سيستين وتكنوز يوس تس مارياس كي هذا فوس ياكوب أو يوس تس مارياس. طب بدنا نترجمها هالمرة بالانجليزي، هاي عنا معلمة انجليزي وفرنسي. The son of Mary. Oh, yes. في التعريف. الابن لمريم. Is not this the carpenter, the son of Mary and brother of James and Joseph? الابن لمريم. لو انه عنده اخوة واخوات هل بيقدر يقول الابن لمريم؟ ولا بده يقول احد ابناء مريم؟ son of Mary. احدنا شو بالانجليزي son of Mary. ايش تطلع؟ son of Mary. ايه son of Mary's يعني الشرعي والوحيد. اما اذا the son of Mary فيش غير هو الابن لمريم. A son of Mary's أحد أبناء مريم. مثلا هذا this is the book of الله يرحمه أبونا جورج سابا. The book شو يعني the book؟ يعني ما كتبش غيره. أما إذا غير إذا كتب غير كتب بنقول A book of Father George's ومنزيد أبوستروف إس. إذن باليوناني أويوس ماذا تعني أويوس؟ أو إيش أو؟ وحيد. التعريف أويوس الإبن لمريم. طيب لو يسوع عنده إخوة وخوات هل يعطي والدته أمانة لواحد غريب؟ لا طبعا. لا. طيب النقطة الأولى إذا بتتذكروا إذا بتتذكروها حطينا كل النقاط مع بعض. المنطلق تبعنا كان نعم هي أم يسوع ولكن هي مش أمنا إحنا. حلو شو منجاوب؟ هي ليست أم جسدية. ليست الأم الجسدية ليوحنا الحبيب ولا لا؟ ليست الأم الجسدية ليوحنا الحبيب يعني ما أنجبته. خلينا نرجع للنقطة الأولى. أنتوا بتقولوا إنه سيدتنا مريم العذراء مش هم أساساً ما بقولوش سيدتنا بينما إخواننا المسلمين بقولوا ستنا مريم هم ما بقولوش سيدتنا مريم العذراء بقولوش أور ليدي. المسلم أخونا المسلم اللي ما بقول لك أنا مسيحي ولا بقول لك أنا ماشي على الإنجيل بقول لك ستنا مريم. إذا لا بقوله ستنا مريم ولا بقوله أمنا. ليش مش أمنا؟ بقول لك ما خلفتناش. طب هي ما خلفتش يوحنا الحبيب مش بدك الجواب من الكتاب. ومع ذلك شو قالها يسوع يا امرأة؟ هو ذا ابنك. وماذا قال للتلميذ؟ هذه أمك وحدة. تنين هلأ بدنا ندخل أكثر في اللاهوت المبني على الكتاب المقدس Biblical Theology يوحنا 15. وهنا هلأ بتكلم باختصار أكثر. يوحنا 15 أنا الكرمة وأنتم الأغصان. سيدتنا مريم العذراء هي أم الكرمة مش راح تكون أم الأغصان؟ طبعا طبعا. إذن أم الكرمة هي أيضاً أم الأقصى. الفكرة الثالثة بناخدها من الرسالة الأولى لأهل كورنثوس. مار بولس بيقول نحن جسد المسيح. المسيح هو الرأس ونحن إيش؟ الجسد. تلاقوها كمان في أفسس خصوصاً الفصل الخامس. المسيح هو الرأس ونحن الجسد. طيب السيدة العذراء هي أم الرأس. إذن هي كمان إيش؟ أم الجسد. عمكم شفتوا واحدة بتولد رأس؟ أو واحدة بتولد جسد بدون رأس؟ بيكون وحش. هدول هم مع الأسف معنوياً في موقف وحش اللي برفض إنه تكون السيدة العذراء والدة الرأس والجسد أو زي ما بقول القديس أغسطينوس كريستوس توتوس. كريستوس توتوس يعني المسيح الكامل.
هو المسيح كامل بحد ذاته، ولكن أراد أن يكتمل في مين؟ فينا إحنا يا امرأة هو ذبلك. الكلمة الثانية ننهي فيها حديثنا برضو مع إنجيل يوحنا الفصل الثاني آية 1-11. كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك، وكان يسوع ودعي يسوع أيضا وتلاميذه إلى العرس. مين ذكر أول؟ أم يسوع. نقصت الخمر، قالت ليسوع أمه ليس عنده خمر. طيب ما أنت عارف أنه ابنك نجار مش فاتح محل للخمر، إذن طلبت منه معجزة وقام بالمعجزة ولا لم يقم بها؟ قام به. هذا اللي نسميه شفاعة السيدة العذراء. يعني بترد يعني أي طلب إلها بتتشفى. بالضبط. طبعا لطلب النعم، مش إنه هي بتخلصنا بدمها من خطايانا، المسيح وحده هو اللي بخلصنا. إذن هاي شفنا ثلاث أشياء وأنتم ما معكم خبر، اللي هي الأمومة الشاملة للسيدة العذراء، شفنا كمان البتولية الدائمة للسيدة العذراء، جاوبنا على قصة ما يسمى بإخوة يسوع، وأيضا إيش الشفاعة. الشفاعة يعني الوجاهة لطلب النعم. إذا والدتي ما إلهاش خاطر عندي بلا هالأمومة، إذا أبوي، خلينا المرة أقول أبوي، إذا أبوي ما إلهوش خاطر عندي بلا هالأبوة. لما ما فيش احترام من الأولاد للوالدين كان أفضلهم ما يخلفوش هالخلف المتخلف. بعيد منكم طبعا. إذا أنهي حديثي هون، ومنلاحظ أهمية السيدة العذراء بملحوظة أخيرة. طيب يا عمي، احنا استغربنا في اول حديثنا انه في إلنا اخوان واخوات يعدوا بالالاف اذا مش بالملايين. بيقول لك المسيح على الراس والعين، مريم بديش اسمع عنها، يمكن صادفته. هون في اشي غريب بدل انه هون في خلل. طيب ليش ما بدكش والدة المسيح؟ اللي ما بده والدة المسيح معناه بشكل غير مباشر ما بدوش المسيح. بحييه وبخزي ابن عمه. كيف؟ بحييه وبخزي ابن عمه. أيوة، خصوصا لما أنت تتجاهل مين؟ الوالد. أنت بتكرمني أنا وتتجاهل والدتي. طيب إذا في أنا، إذا أنا موجود في هالدنيا، وإذا في على فكرة الفضل أكتر لمين؟ للوالدة بالتربية وبال بلاش نستشهد. ما بتحبني. بالضبط. عند ال في العالم الانجلو ساكسوني، اذا ما بتحبش كلبي ما بتحبنيش. Love me love my dog. يعني طبعا ولا تشبيه، بس انتم فاهمين شو قصدي. اذا خلينا نفكر من وين كل هاي الاعتراضات جاي. في الواقع جاي من التلمود اليهودي اللي بشنع بالسيدة العذراء حاشا وكلا، وبالمسيح نفسه. لأنه مش معقولة أنت تكون مسيحي وهيك، يعني بيحكوا عبارات بايخة عن السيدة العذراء. عيب نراجعها أساسا، عيب نحكيها، عيب نحكيها عن أي واحدة من أمهاتنا. فعشان هيك أنا بقول مش مفروض ولا واحدة، يعني ولا فتاة ولا سيدة، خصوصا اذا ام، مش مفروض انها تترك الكنيسه الكاثوليكيه والارثوذكسيه، لانه فقط في الكنيسه الكاثوليكيه وشقيقتها الارثوذكسيه في الاحترام للمراه. وين الاحترام للمراه موجود؟ موجود في الاحترام للسيده العذراء. فيش احترام للسيدة العذراء. إنكار شفاعة مريم العذراء شو يعني؟ يعني إنه أنت بتخلف ولد أو بنت ما إلكش كلمة عند هالولد وعند هالبنت بلا هالأمومة. طيب وشو صار في قانا الجليل؟ المسيح عمل معجزة إكرام لمين؟
طيب تصوروا اني مرة في احدى المدارس في الجليل شمال فلسطين، وهنا انهي كلامي، بقول للشباب، بقول لهم السيد المسيح قام بالمعجزة مش بعيد عنكم هون في الناصرة. اكرام لمين؟ طلع لي بالسحبة واحد بقول لي اكرام لأهل العرس. قلت له تسلم على هالذكاء، انت على شو ماشي؟ قال لي على الكتاب المقدس. قلت له وين موجود؟ اهل العرس حكوا مع يسوع. خلينا نحكي فلاح اللي طلبت منه مش طيب. اهل العرس بالضبط، اهل العرس تخرفوا مع يسوع. مين اللي طلب؟ ومع ذلك بتلاقي في نص الجليل مسيحيين فلسطينيين، طبعا اليوم يمكن مع الاسف ما يسميش حاله فلسطيني، بقول لك اكرام لاهل العرس. قلت له قديش يا، قلت له انت ماشي على الانجيل؟ نعم. خليته يقرا الانجيل، قلت له اكراما لمين صارت المعجزه؟ اكراما لوالده المسيح. قلنا له شكرا. اغلبك هلا بس بدهم يجي كمان بالانجيل كتب الانجيل.